حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء. ونتسهل عليك بعد أكثر، هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. سوبرو لبنان بهالاسبوع اوتو فوكس طبعا عم ضوي على المصنع الياباني العملاق بعالم السيارات سوبرو مع طرازات حلوه كثير، والاهم انه مناسبه جدا لطرقات لبنان مثل الاوتباك الحلو اللي معنا اليوم. هاي امل. هاي جورج. امل مروان فتال من الشركه، طبعا دائما بتكوني معنا لنطوي على الطرازات الحلوه من سوبرو. الاوتباك صراحه السياره على كروس اوفر مهمه كثير لطرقات لبنان، كنا عم نحكي جاهزه لكل التحديات. مزبوط، هالاس يو في هالكروس اوفر العريق اللي عم نشوفه يلي بينوصف بوسعه بكبره كمان هالشكل الكلاس يلي عم يعطيه يكون اتراكتيف، يكون جذاب للعالم، كمان مناسب لجميع الطرقات الموحله بالجليد وهلا على البحر لكل المواسم، وكمان مثل ما عم نشوف انه هي سياره عمليه يوميه بيحتاجها الاشخاص يوميا ولكل الاستعمالات. اذا بنشوف الروف ريز على السقف، يعني فيها نحط عليها بورت بيسيكلات، فيها تكون مثلا لسكي مثل ما عم تحكي بورت سكي، يعني كل اذا بدك الاكتيفيتيز فينا نقوم فيهم من خلال السوبارو، خلال الاوتباك اللي كمان جاهزه لتتحدى الطرقات شو ما كانت صعبه انواعها. مزبوط، مع سيستم اكيد السيمتريك الاول وي درايف الموجود فيها والانظمه اللي رح نضوي عليها خلال حديثنا معك. بنرجع نشوف الناحيه الاماميه الحلوه والاجريسيف للاوتباك. مزبوط، الضوء الشارب، هاللاينز الموجودين على الصندوق من الامام، كمان لوجو السوبارو الكبير اللي عطيها كمان هاللوك الحلو، وما ننسى الكروم الظاهر وين ما كان على السيارة، حتى على جوانبها على أسفل الأبواب وعلى أطراف النوافذ أيضا. رح نتابع حديثنا مع أمل وننتقل للداخل نتعرف على أبرز الأوبشنز الموجودين بهالأوتباك الحلو. عم ننتقل لداخل الأوتباك، أول شيء بنلاحظه أمل قديه السيارة واسعة، يعني قديه هي مناسبة تكون سيارة عائلة، خمس أشخاص كبار مرتاحين بيقعدوا فيها، جلد طاغي بالسيارة. مزبوط، وعم نشوف الليج روم كمان الواسع يلي تكون قاعد بداخلها بتحس حالك مرتاح، وما تنسى الكومبينيشن ما بين الخشب وما بين الكروم، يعني هاللوك الكلاس من الخارج ومن الداخل يلي كمان بيكون كثير جذاب. عندنا فتحة بالسقف، كمان السكرين طبعا فيها كثير فانكشنز اساسيه، انفوتينمنت مالتي فانكشن سكرين، فيها كل المواصفات اللي بيعيزها السائق اثناء القياده، بلس اهم صفه يلي هي الميرورينج بين التليفون شو ما كان التليفون والشاشه ابل ولا اندرويد. مزبوط، نعمل ميرورينج مع الشاشه ونتواصل مباشره، بس اكيد بطريقه انه نركز دائما على السواقه لانه مثل ما عم نشوف كمان تو بي سيف، يعني 100% نحن وسايقين. والازرار الموجوده بالفولان طبعا تحكم شامل كمان بالسكرين، عندنا البادل شيفترز لقياده سلسه، وما رح ننسى سيستم الاس اي درايف يلي بقلبها السبور والانتليجنت مود. انتليجنت مود لها توفير بالوقود اكيد، والسبور لحتى نحس حالنا عم نسوق سياره نوعا ما رياضيه كده، وبتعطي باور اكثر على الطريق وبتعطي سلاسه اكثر بالسواقه. والاهم من هيك انا اللي كثير لفتني بالسياره هو سيستم الموسيقى الساوند سيستم اللي هو من براند العالميه ارمن كاردون. صح، هذا شيء بيناسب كل محبي الموسيقى وخاصه يعني الشباب اليوم، 100% بسيستم موجود فيها. من بعد ما عملنا هالجوله الحلوه داخل الاوتباك رح نتابع حديثنا مع امل، نرجع نحكي عن الانجن واهم شيء عن سيستم الاي سايت. صح، وقبل ما ندوي على قوة محرك الأوتباك بدنا نحكي سيفتي، وسوبارو كتير تشتغل على موضوع السلامة خاصة مع نظام تنفرد فيه هو نظام الآي سايت رح نحكي عنه. إضافة للآي سايت في عنا عدد كبير من الأيرباكس. شو مزبوط، 8 أيرباكس بلس ني أيرباكس، وما رح ننسى الكاميرا يلي فيها تاخد من الجهة الأمامية والجنب والخلف. نعم، كمان لتفادي الوقوع بال. وعم نشوف حاليا سيستم الآي سايت هن يعني هو تو كاميراز يلي بيتوسطوا. نعم، الإزاز الأمامي يلي هن إذا بدك نوع من كوبيلوت لسائق السيارة بخلوه يتفادى الوقوع بالحوادث، وعندهم أكيد كذا فيتشرز منها الأدابتيف كروز كنترول. شو هي الأدابتيف كروز كنترول؟ هي إذا نحن معايرين سرعة سيارتنا على سرعة معينة وعلى مسافة معينة، اللي قدامنا اللي ماشي قدامنا أبطأ، سيارتنا رح تبطئ أوتوماتيكياً دون الحاجة لندعس على الفرا أو لنعمل شيء. يعني فعلاً
كوبايلوت بالسياره بسوق عنا، يعني اذا سمح الله كمان ما كنا منتبهين سيارة اوتوماتيكلي بتخفف لحال. وحده من الفانكشنز المهمه اكيد لسيستم الاي سايت، واكيد عده مواصفات ثانيه للاي سايت. عندنا اليوم محركين ولا محرك واحد للاوت باك؟ محركين للاوت باك، يعني هو 2.5 لتر و 3.6 لتر بوكسر انجن وسيمتريك الاول ويل درايف، يلي هن اكيد من اساسات ومي دي ان اي السوبارو. صحيح، وشي بيعطي ثبات اكثر على الطريق، خاصه سيستم البوكسر انجن اللي عم معروفه فيه سوبارو صارت عالميا. امل بدنا هلا نوصل للديل، وبعرف انه في هات سمر ديل بهالشوبات اليوم اللي عم نكون فيها بالصيفيه، بس علينا نتوجه على شوروم رح نحط تفاصيل اكثر من امل بعد لحظات. من بعد هالجوله الشامله على السوبارو اوتباك من الخارج ومن الداخل، ناحيه السيفتي اهم شيء والانجن، بدنا نضوي هلا على الديل الموجود اليوم على السياره. امل بدنا نروح على الشوروم. مزبوط، نحن بعدنا مستمرين بالسمر ديل يلي حكينا عنه اكيد بالحلقات السابقه، وبنصح كل المستمعين وكل يلي عم بيشوفونا يتوجهوا على الصاليات لحتى يعرفوا اكثر عن هالسمر ديل، عن التسهيلات يلي عم بتقوم فيها الشركه لشراء جميع انواع سيارات السوبارو. يعني ما حدا حيفل زعلان من سوبارو لبنان هذا المعنى. ابدا ابدا، اهلا وسهلا فيهم بجميع الصاليات. وين موجودين اليوم الصالات؟ اذا بدنا نبلش في عنا بصيدا ببعقلين الشوف، بنجي على بيروت على الصيفي، على اوتوستراد الزلقه، نهر الموت، جونية، واكيد ما رح ننسى بطرابلس وبكسبة الكورة. شكرا امل على كل المعلومات اللي اعطيتيها عن السياره، بنلاقيك دائما بحلقات مقبله. بكره تابعونا مثل العاده مع سياره جديده اكيد. اوتو فوكس ام تي في، الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء، ورح نسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين، لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.